حينما تجلى ربه للجبل مش قال له أرني أنظر إليك، قال لن تراني، مش لن أرى. فيه فرق بين العبارتين. بتكوينك الآن لا ترانيش، لو كان أنت ما ترانيش لن أرى، ولكن لن تراني بوجودك الآن. ولكن علشان أديك أن أنا يعني أقدر أتجلى، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل ما فتش ذراته، لأن ده مهمته إيه؟ برضه فيه المتماسك بس ندك في الأرض. قال له أنت اللي الجبل، لو كان أنت زي الجبل برضه كان هيحصل لك كده. إذا أنت مش معد للرؤية، لأننا ما خلقناش فيك الرؤية. إذا كان البشر واحد روح نظر ضعيف لحكيم عيون ما بيشوفش، يوم يشوف العطب في إيه ويعمل له إيه ويعمل له مش عارف عملية ويجيب له نظارة مش يخليه، بعد ما كانش بيشوف يشوف. إذا فربنا بدنا في الآخرة بقى بعد ما كناش بنشوف بيكون يخلينا نشوف. بدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة.